يقوم الآن بوضع الإشارة الصفراء، هذه الإشارة التي تميز بين الثلاثة والنظام. عندما نضع هذه الإشارة كان الآن أن نتقدم مع الدوار ورفع المعارك التي تدور الآن في جبهة الدفاع الكندي بحق. محل ما فيه هيك عواميد وفيه ربع التنظيمات. جيشنا راح يحرر سوريا من اول جديد ان شاء الله. وهي دباباتك يا بشار، شايفها؟ هي نفس الدبابات اللي دخلت على مأرق ودخلت على حلب، وان شاء الله راح نحرر فيها الشام، وراح نجيك ان شاء الله على القصر الجمهوري باذن الله. قم الان كتائب الجيش الحر والثوار باستهداف مشفى الكندي بندفع 23 وبعربات البي ام بي، معارك عنيفه تشهدها الان، والثوار بعد دقائق يخططون لاقتحام مشفى الكندي. هذه دبابات الأسد التي كانت تقصف الريف الشمالي من حلب وتقصف أحياء عديدة من حلب، ها هي قد تم اغتنامها بفضل الله ومنته، وهي الآن تقوم بمعارك تحرير حلب وأريافها الشمالية. الآن عشرات الأمتار تفصل بيننا وبين مشفى الكندي، في منطقة لا صوت يعلو فوق صوت المعارك العنيفة التي تدور الآن في هذه المنطقة. قمنا بعملية تمهيد مدفع باتجاه مشفى الكندي، والآن تقوم أبطال لواء التوحيد باقتحام المشفى، وإن شاء الله منصوري. لله رب العالمين، الخطة من أفضل ما يكون، التغطية كانت من مكان والاقتحام من مكان، والآن القسم الأكبر من شبابنا الثوار المجاهدين داخل المشفى بالطابق الأرضي، وهي دباباتنا تقصف جنودك يا بشار. بإذن الله بإذن الله لن يمضى الليل إلا ويكونوا داخل مشفى الكندي ومحررينه بإذن الله. تقوم الآن دبابة الجيش الحر الذي اغتنموها من النظام بدك معاقل النظام في مشفى الكندي. الثوار يقومون الآن بدك مشفى الكندي بكافة الأسلحة الثقيلة، بعربات البي ام بي، بالدبابات، بمدافع 23، بمدافع 13.5. الآن هذه الدبابة تستعد لإطلاق قذائفها باتجاه مشفى الكندي بعد عام مضى من اقتحام الجيش النظامي لقرى وبلدات الريف الشمالي الحلبي. الثوار الحلبيون يقومون اليوم بالثأر وتسديد ويرمون بقذائف دباباتهم التي اغتنموها من النظام باتجاه معاقل النظام. ويسلم أورينت نيوز حلب.